تساؤلات كثيرة طرحت ولا تزال تطرح حول كيف سيتم استئناف الموسم الجامعي الحالي بعد أن تقرر تاريخ 23 أوت 2020 كموعد للعودة لمقاعد الدراسة، وعليه فقد اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على طريقة عملياتية لتسيير نهاية السنة الجامعية 2019-2020 والدخول الجامعي الجديد 2020-2021 في ظل كوفيد-19 مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان السلامة الصحية. لازم تشاور بين الطلبة والأساتذة والإدارة، وهذا الشيء يعني اللي راه ديروا الوزير الحالي، استشار يعني كل المعنيين بالأمر ويفو يعني الواحد يتحمل وضعية يعني سيتون اكسبسيونال، عمرنا عشنا هذا يعني الحادث كما هذا. لازم الطالب ياخذ حذره، الإدارة تاخذ حذرها، والأساتذة ياخذوا حذرهم ويديروا برنامج يعني فير ان بروغرام دو راتراتاج، والحذر ثم الحذر ثم الحذر. هذا الوباء يعني ماهيش فقط للجزائر، سي سكيفو دون لا تيت بارابور لو ستوديون، هذا وباء عالمي يعني. ولأن الوضعية الصحية للبلاد تتطلب تضافر جهود الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل استئناف مختلف النشاطات التعليمية والبيداغوجية، قدمت بعض التنظيمات الطلابية جملة من المقترحات. اللقاء الذي جمعنا بسيد الأمين العام، احنا في ظل هذا تقدمنا بخارطة لإنقاذ الموسم الجامعي تحمل عدة مقترحات، من بينها استحداث خلية أزمة اللي تكون وطنية وتفرع عليها أيضا خلايا أزمة على مستوى المؤسسات الجامعية، تقليص الحجم الساعي، كذلك توفير الكمامات اللي الوزارة بتنسيق مع وزارة التكوين المهني لاستغلال المراكز التكوين المهني من أجل خياطة الكمامات، أيضا توفير مواد التعقيم بالنسبة لل الشق الاجتماعي، هو شق ايضا جد مهم كتقليص عدد المقيمين الى شخص واحد في الغرفه، وكذلك تقديم الاكل جاهز في علب. هي اهم النقاط التي تم عرضها من اجل ضمان عوده الطالب الجزائري للجامعه واستئناف تحصيله العلمي في ظروف حسنه في انتظار بدايه التطبيق ميدانيا.